اوكي سو بما انه قاعد يشوفون هذا الفيديو معناه انه اخذ قرار انه عادي بداية جديدة وراح ابدي انشر اكثر عن حياتي، راح ابدي اوثق ايامي اكثر. واذا انتم حابين تشاركوني هاي الرحلة فرابط القناة راح يكون بالوصف. واليوم باذن الله الساعة 6 مساء توقيت العراق ومكة المكرمة راح يكون او راح ينزل فيديو جديد. ف يعني الفيديوهات الجاية على هذه القناة راح تكون أكثر مني من ما منزلة أو ناشرة على هاي القناة. و يا أعرف إنه أحيانا قاعد ألاقي حالي قاعد أصور هواي بس ما أريد أنزل هواي لأن ما أريد هاي القناة تطلع عن خارج نطاق الشيء اللي بنيته. لذلك راح نسوي قناة جديدة والناس اللي حابة تشارك أو حابة تكون ضمن هاي وتساعدني بهاي الرحلة حياكم الله بقناتي الجديدة. Let's go.